عدوان على سوريا وعدوان على المقاومة وعدوان على أحرار العالم، وأن المنطقة انقسمت إلى معسكرين، معسكر إسرائيلي صهيوني ومن شايعه من بعض الفتية، وأيضا الغرب برمته يقف وراء إسرائيل التي استولدها والذي رعاها رعاية كاملة حتى الآن. ندين هذا العدوان الأثيم الذي جاء مفاجئا أيضا. وحسنا أن سوريا لم ترد، لأن إسرائيل تريد أن تزيد معاناة السوريين بالزلزال أيضا، لأن إسرائيل ليس لديها ذرة من الإنسانية ولا من الأخلاق. وأنا الحقيقة أناشد روسيا، دي معركة مفتوحة مع الغرب، إما أن ننتصر وإما أن ننهزم. ولذلك يجب أن لا يكون في جعبة أحدنا سلاح يخفيه، وأن إسرائيل كشفت تماما لروسيا عن أنها جزء من الغرب، وأن هذا الجزء من الغرب يمكن أن يمثل تهديدا للأمن الروسي تماما نعم كأوكرانيا. ولذلك أحث الرئيس الروسي على أن يأخذ إسرائيل بعين الاعتبار. لا أقول له أن يؤيد المقاومة العربية، فالمقاومة العربية ليست في موقف واضح من الخارجية الروسية في إدانة بأشد العبارات لهذا العدوان الإسرائيلي، واعتباره أيضا خرق للمواثيق الدولية.